قبل يومين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة انفصال الثنائي المحبوب ضحى وميكس، اللي عرفنا قصة حبهم عن طريق البثوث المباشرة، واللي بلشت بصداقة ثم غزل ثم حب وزواج، وشارك الثنائي كل تفاصيل زواجهم مع متابعينهم حتى حفل زواجهم واللي شاركوه ببث مباشر. ولكن هالمرة انصدمنا بخبر وجود مشاكل بين الطرفين من بعد ما عملوا انفولو لبعض على انستغرام، فممكن تأدي هالمشاكل لنهاية علاقتهم وانفصالهم. فشاركت ضحى مجموعة من الاستوريات علقت من خلالهم بي: لما زوجك يشوفك طالعة من البيت متأخرة وزعلانة بيفتح لايف مع بنات ولا همه، وبعدين يحكوا لي بيحبك، هي الحياة اللي ما بتشوفوها وعمري لا حكيت عنها. لا يطلع ميكس بعدها عبر مجموعة من الاستوريات ووضح من خلالها وحكى أنه الموضوع عبارة عن مشكلة عائلية، وصرح أنه هالمشكلة ما رح يحكي عنها كتير بالسوشيال ميديا وراح تضل بينه وبين ضحى. كان عندي ظرف مشكلة عائلية، بس يعني الصراحة خلينا نكون واقعيين، مشكلة عائلية، بس انه المشكلة العائلية للناس اللي بتبعث كثير وبتسألني كثير. اكيد طبعا مش راح اقول شو المشكلة العائلية، لانه هاي الحياة زي ما تقولوا هي زوجية، مش شرط تطلع سوشيال ميديا صراحة. يعني أنا كميكس والله للناس اللي بتكتب دراما ومش دراما، أنا أكثر إنسان بحبش الدراما والله. فأنا بقول الحمد لله على كل شيء، الحمد لله رب العالمين، شو كاتب احنا بنمشي. أما ضحى ومن بعد مغادرتها للأردن من بعد خلافها مع ميكس توجهت لتونس لبيت عائلتها، وطلعت من خلال عدة بثوث مباشرة وكشفت بإحداها وهي تذرف الدموع أن علاقتها بميكس انتهت، وأنها يا ريت لو كان هالشي مقلب وترند مثل ما عم يحكي البعض. بحكي وكل شيء بيزعج ميكس كثير، يعني راني ميكس بحبه وبقدره، حتى كان مكتبش المكتوب بيناتنا، حتى هو اختار الطريق هذا. بظل يعني مستحيل أحكي على ميكس كلمة سيئة، مستحيل تشوفه ضحى حتى بعد سنتين بعد ثلاثة بحكي على ميكس كلمة سيئة، قسما بالله. إذا شفتوني مرة حكيت وطلعت كلمة سيئة على ميكس كل الناس تشتمني، لأني أنا مش مرة. إذا أنا وصلت بحكي عليه لا، ميكس ما شفت منه كان الخير وما شفت منه كان الجد يعني، وبقولها يمكن إذا شفت حياتي مستحيل ألقى إنسان زيه، لكن هذا مكتوب مكتوب ربي وكف. هو أخذي القرار قراره يعني يهم كتير وخلص. ولحد الآن الجمهور ينتظر حل المشكلة بين ضحى وميكس لنرجع نشوفهم مع بعض من جديد. فشو رأيكم بالخلاف اللي صار بينهم، وهل برأيكم رح يرجعوا لبعض أو لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.